السادة النواب، السادة رجال السلطة المحلية، السادة الوفد المرافق للسيد عامر صاحب الجلالة، السادة الأفاضل والحضور الكريم في هذا الحفل البهيج وفي هذا اللقاء النوراني وفي هذه الروحانية الكريمة، نرفع أكف الدرع عن إلى الله سبحانه وتعالى لقائدنا الهمام أمير المؤمنين، اللهم زده عزا من عندك ونصرا يا كريم، اللهم زده عزا ونصرا وسكينا وسكينا يا رب العالمين، اللهم احفظنا في حياته واحفظنا في صحته واحفظنا في عافيته وبارك لنا في علمه وحلمه وعافيته، اللهم قوه من عندك، اللهم ارزقه المداد القراني والمداد النبوي مداد جده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انك تعلم انه يحب شعبه ويحب له الخير ويبذل قصارى جهده من اجل ان يبقى هذا الشعب مرفوع الرأس بين الأمم، اللهم قويه وارفع من شأنه يا كريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم احفظنا فيه في سفره وحضره في حله وترحاله، وبارك في ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، اللهم أنبته نباتا حسنا، اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله خير خلف لخير سلف، اللهم اجعله من الصالحين واجعله من القانتين واجعله من البارين بوالده وهذه الأمة، واجعله برا بنهج أجداده الصالحين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وبارك يا ربنا في الأمير الجليل لنا خديجة وشكر أصر أمير المؤمنين بشقيقه المولى الرشيد وبكل الأسرة المالكة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم أمطر شعبا بالرحمة والمغفرة والرضا والرضوان على روحي فقيدي العروبة والإسلام، جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني، اللهم ارحمهما برحمتك الواسعة، اللهم اسكنهما فسيح جناتك واجعل مقامهما في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم احفظنا في ديننا وقنا في دينهم، اللهم احفظنا في ديننا وقيمنا يا رب العالمين يا رب العالمين، اللهم احفظ هذا البلد واجعل
واجعل يا ربنا كيد أعدائنا في نحورهم يا أرحم الراحمين. اللهم اهدي من كتبت له الهداية، ووفق من وفقت له ووفقته للهداية، وأما من لم يوفق للهداية فاللهم اكفنا شره، اللهم اكفنا شره واكفنا ضره، واجعل كيده في نحره يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إن هذا البلد بقائده الأمم يحب الخير للناس أجمعين، ويحب الخير للأمة كلها، الأمة الإسلامية والأمة العربية. اللهم إننا لا نحب الشر لأحد، وإنما نحب الخير للناس كافة. اللهم اكفنا شر الأشرار، اللهم اكفنا شر الأشرار، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، ووفقنا لطاعتك يا كريم، واجعلنا من المحظوظين برضاك وبرضا نبيك وبرضا قائدنا هما أمير المؤمنين. اللهم زد توفيقا من عندك يا كريم في هذا الجمع المبارك الكريم. نحن نرفع أكف الضراعة إلى الباري تبارك وتعالى في كل وقت وحين، في كل وقت وحين له بالنصر والتمكين والتأييد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأجدادنا ولكل من له الحق علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى ومقلالي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الشريفة الشرفاء الرزواجيون بإقليم الصويرة وهم يحيون موسمهم الديني السنوي، أن يتقدموا إلى جنابكم الشريف بعد تقديم فروض الطاعة وخالص آيات الولاء بأصدق التشكرات وعظيم الامتنان على هذه الالتفاتة المولوية الكريمة التي جعلتها جلالتكم سنة حميدة تخصون بها هذه الشريحة من رعاياكم الأوفياء الذين عبروا دوما وأبدا على تشبتهم بأهداب العرش العلوي المجيد، معربين للمقام العالي بالله عن تجندهم الدائم وراء جلالتكم، ومباركين خطواتكم الميمونة الرامية إلى الدفاع عن حرمة الإسلام وكرامة المسلمين وصون وحدتهم وجمع شملهم، وهي بحق مسيرة أخذتم مشعلها من يد والدكم جلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه. إنها يا مولاي لمناسبة عظيمة تتاح للشرفاء الرجراجيين بإقليم الصويرة ليجددوا بعفوية وتلقائية بيعتهم، ويعبروا عن صادق حبهم للسدة العالية بالله، مبتهلين ومتضرعين إلى العلي القدير أن يرعاكم بألطافه الخفية، ويسبغ عليكم نعمه الظاهرة والباطنة، ويديم على جلالتكم موفور الصحة والعافية، ويحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم، ويمد في عمركم حتى تحققوا لشعبكم الوفي المتفاني في حبكم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار وأمن وأمان، وأن يقر عينكم بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن والأميرة الجليلة للا خديجة، وأن يشد أزركم بسنوكم الأمجد الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. وحرم بالصويرة في يوم الأربعاء 23 شوال سنة 44 و400 للهجرة الموافق 17 ماي
سنة 23 و2000 للميلاد عن الشرفاء الرزراجيين قديم الأعتاب الشريفة نقيب الشرفاء الرزراجيين الحاج عبد العزيز بن محمد آل بن محمد المقدم. الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك الكريم في هذا البيت الكريم في هذا اليوم المشهود الذي يستقبل فيه الزوايا الرزراجية مبعوث أمير المؤمنين الذي عودنا دائما وفي كل سنة أن يبعث لهذه الهدية المباركة الكريمة السامية التي ترمز إلى التلاحم والتعاطف والحب المتبادل بين أبناء هذه الزوايا وبين السدة العالية بالله. أيها الإخوة في الله، علينا جميعا أن نتذكر في هذا البلد الأمين أننا نعيش ولله الحمد في بحبوحة من الأمن والأمان والسلم والسلام.
وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى علينا، ثم بفضل السياسة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين. وهذا الأمر يقتضي منا كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استدعى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. فأمير المؤمنين حفظه الله، وأنتم تتبعون جميعا وتسمعون جميعا، فهو يحتضن الجميع، الزوايا وأهل الملل وأهل الديانات وجميع الطوائف، فالكل تحت إمارة المؤمنين، ولله الحمد مكفول له الحرية الدينية، ومكفول له الأمن والأمان والسلم والسلام. وهذا البلد ولله الحمد أصبح مضربا للمثل في التعايش السلمي، وأصبح ولله الحمد كما نحن على مائدة الغداء مع السيد العميل، أصبح هذا البلد نموذجا، وأصبحت الدول الإفريقية وحتى الدول الأوروبية تسعى من أجل إرسال الأئمة ليتكونوا في بلدنا العزيز على الوسطية وعلى التسامح وعلى المحبة بين جميع ابن الإنسان. وهذا منا أيها السادة، أيها العلماء، أيها الطلبة حفظة كتاب الله، هذه رسالة، وهذا واجب علينا أن ندعو لأمير المؤمنين في كل وقت وفي كل صباح وفي كل مساء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من كانت له دعوة مستجابة فليجعلها في الأمير، لأن الله يصلح بصلاحه خلقا كثيرا. فاللهم إنا نسألك ونتوجه لك في هذا الجمع المبارك الكريم، مع حملة كتابك، مع حملة العلم الشريف، مع هذه الوجوه الطيبة، هذا اليوم المبارك، نسألك يا رب نبي وجهك الكريم، سلطانك القديم، أمرك العظيم، نسألك بسمائك الحسنى، صفاتك العليا، نسألك باسمك الأعظم، الذي إذا دعيت بأجبته، وإذا سئلت بأعطيته، أن تميت أمير المؤمنين بوحي من عندك، وبقوة من عندك، اللهم حفه بألطافك الخفية، وألبسه رداء الصحة والعافية، اللهم كن له وليا وناصرا، مؤيدا وطاهرا، عاصما ومجيرا، توفيقه الرشد له قرينا، اللهم اجعل كلمته مسموعة، كلمته مرفوعة، اللهم افتح للخير، الخير على يديه، اللهم كن له في تدابير يوم المعين، اجعل توفيقه الرشد له قرينا، اللهم احفظه في ولي عهده، وفي شقيقه، وفي نصرته، وفي شعبه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وفق وزراءه وعماله وولاته ومستشاريه وجميع المسؤولين في هذا البلد. اللهم وفق لما فيه عزة الإسلام وعزة الوطن. اللهم وفق لما فيه الخير. اللهم وفق لما يستحق ويرضى العامل ديالو على نقل السويرة وعمل تلو حسنة تمتين. اللهم يرعى الزوايا ويرعى المساجد ويرعى الجميع. اللهم وفقه. اللهم اجعله عند حسن تمتين أمير المؤمنين. اللهم ارقه في مهمته، السيد مدير الحجاب الملكي، الله يحفظك فيه، وارض الهمات وتكفل الحسنات، وارض السيئات، وارض الدرجات. المسؤولين، رجال القادة، رجال السلطة في هذا البلد، الله يحفظنا بهم جميعا، الله يجعلنا إخوانا على سرور المتقابلين وعلى الخير المتعاونين. الله يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا، بلد الأمن، بلد السلم، بلد الرخاء، بلد الهناء. اللهم اكفنا شر الأعداء، اكفهم الرضا، اكفهم أحدا، اكفهم عدادا، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وأراد المغرب بخير، اكفه لكل خير. أراد المغرب في سوء فنيده في نحره، وتدميره في تدبيره، حتى كان السوء تدور عليه، وكفينا شره بما شئته وقدره. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا، واجعل تفرقنا منه موفقا، سالما معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، واجرنا اللهم من النار بعفوك، وادخلنا الجنه برحمتك، واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين. الختم للسيد موت الحجاب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا
سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عاش الملك، عاش الملك، عاش محمد السني، عاش الملك، عاش محمد السني، عاش الملك. سيدنا اللي كيصيفط لينا بحال هاد الوجوه الطيبه، الله يحفظه لينا، الله يحفظه لينا سيدي، الله يحفظ سيدنا، الله يحفظ سيدنا، الله يحفظ البركه، الله يشافيه لينا، الله يطلع الرايه ديالو، الله يحفظ البركه، الله يشافيه لينا. عاش الملك، عاش الملك. السلام عليكم ورحمة الله. معكم نقيب الزاوية الجغرافية بالمغرب. نحن الآن بمقر الزاوية بمدينة الصويرة، ننتظر وصول وفد الحجاب الملكية السيد عم صاحب الجلالة على الإقليم الصويرة من أجل تسلم العبادة الملكية. مما لا يخفى عليكم فأن الشطر من هذه الهبة يستفيد منه مجموعة من الشرائح الاجتماعية مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الأسر المعوزة، الأمراض، مرضى القصور الكلوي، مجموعة من الفئات التي تستفيد، كذلك الأيتام دور طالب، مجموعة من الفئات الاجتماعية. ناهيك عن استفادة الزاوية الجغرافية من هبة الملكية السامية، هذا يدخل في إطار الدور الذي تلعبه إمارات المؤمنين ببلادنا في دعم التصوف والزوايا، الذي يدخل في إطار النموذج الديني المغربي ببلادنا الذي يتميز بالاعتدال والوسطية ويعتمد على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني الصحيح على مسلك الجنيد السالك.